السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجتمع إسلامي كوين الكريم، تمهيدا لإطلاق المشروع الكبير والأول من نوعه في العالم، مشروع آي تشين، مشروع سلسلة الكتل المخصصة للمشاريع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والقائمة على ميزات خاصة وفريدة، وكمبادرة من فريق إسلامي كوين، تقرر اليوم القيام بخطوة استراتيجية كبيرة وحاسمة في مسيرة تقدمنا من خلال تخفيض الحد الأقصى لإصدارات عملة إسلامي كوين ماكسيموم سبلاي من 20 مليار إلى 10 مليار، وسيتم ذلك عبر تحويل ملكية عقد إسلامي كوين على شبكة بوليغون من محفظة المؤسس إلى المحفظة الميتة Dead Wallet، وهو ما يعني عدم القدرة على إصدار أي عملات إضافية من عملة إسلامي غير العشرة مليار المصدرة سابقا. وبهذه الحالة يصبح الماكس سبلاي هو نفسه التوتال سبلاي ويساوي أقل من 10 مليار، ويتناقص يوميا بسبب الحرق الذي يتم من خلال استخدام بعض الخصائص في إسلامي وولد مثل البي تو بي وآي جولد وغيرها. إن هذا التطور الهام سيجعل إسلامي كوين أكثر ندرة كلما أصبح لديها مشاريع أكثر، وسيؤدي ذلك إلى إعطائها قيمة أعلى في الأسواق. آي تشين ليست مجرد بلوك تشين، إنها بيئة لا مركزية متكاملة لمجتمع الأعمال وتكنولوجيا المال الإسلامية. نشكر ثقتكم ودعمكم الدائم لنحقق الأفضل والأرقى. انتظروا الإعلان عن المزيد من الخطوات قبل إطلاق آي تشين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نبدأ بعملية التحويل مباشرة، تحويل ملكية العقد. نرى هنا على الشاشة الأونر هو هذا، وهنا نقوم بعملية التحويل. الآن قمت بتفعيل العملية، ننتظر تسجيل العملية هنا على البلوك تشين. هنا تم تسجيل العملية، نجد هذا في اللوجز ownership transferred من هذا العقد، من هذه المحفظة إلى المحفظة الميتة. نقوم بالتأكد هنا، وهذا المالك الجديد للعقد الذي هو المحفظة الميتة. شكرا لكم، شكرا على ثقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.